التحكيم، خلينا نبدأ بالتحكيم، هل التحكيم جاني أم مجني عليه؟ يعني هو التحكيم يعني عايزين نقول في مصر يعني. التحكيم في مصر يعني طبعا يعني بنسبه كبيره مجني عليه يا كابتن اسلام يعني. لو انت حضرتك طبعا في البدايه طبعا احنا بنشكر الكابتن جمال غندور ولجنته، هم ادوا يعني الفتره ديت وبنشكرهم على الفتره اللي ادوها. زي ما انت شفت لسه حتى تكمله لكلام الكابتن ناصر، مفيش استقرار، دي نمره واحد، مفيش استقرار. مجني عليه طبعا. لو انت مثلا بنقول حاجه واحده بس، ان الحكام مثلا كانت من اول الموسم ابتدى في شهر 9 كابتن اسلام، ما خدوش مستحقاتهم لغايه دلوقتي، لغايه النهارده. تمام، فده طبعا شهر 9 لغايه خلاص من بدايه الدوري، كل الاقسام، الدوري الممتاز، الدرجه الثانيه، القسم الثالث، كل لا الرابع بيقبض، من الثاني الدوري الممتاز، الحكام بتصرف على المسابقه. الكلام ده كابتن اسلام ده اللي عايز اقوله، لازم احنا لازم نتعلم ولازم نغير من نفسينا. الكلام ده انا كنت موجود، انا بقالي قعدت في 18 سنه، ده مرض مزمن، مرض مزمن في التحكيم المصري. والحقيقه يعني مع كل الاتحادات في فترات الاتحادات ساهمت ووقفت وجت، ولكن الانتظام ده ما كانش موجود مع اي اتحاد. انتظام المستحقات لسه ما توجدش، ان الحكم خلاص ما يفكرش الموضوع ده. كل مره كابتن اسلام الحكام بتيجي تتكلم وبعد كده يبتدوا يصرف لائحه قديمه لائحه جديده، سيبك من كل الكلام ده، لكن عموما الحكام بتاخد مستحقاتها بعد ما حد يتكلم، بعد ما يتكلموا، بعد ما يحصل نفور من الحكام. طب احنا ليه بنعمل كده؟ في مسابقه، في دوري كبير، في حكام عايزين مستوى بنطالب منها، بنقعد نحلل في الاستوديوهات وبنقعد نجيب حالاتهم. في نفس الوقت قبل ما نعمل كل الكلام ده لازم نديهم حقهم يا كابتن اسلام الاول يعني. فاكيد يعني انا من وجهه نظري طبعا مجني عليه يعني التحكيم. مجني عليه. اكيد طبعا. طيب.